الجمهورية رئيس المنتخب سعادة الأستاذ الدكتور أحمد صقر عاشور مدير عام المنظمة العربية التنمية الإدارية الأكبر والمستشار الدولي والتقليدي في الدبلوماسيات والدولة والنصوص المؤسسية سعادة الدكتور شريف دراوي الخبير الاقتصادي والاستراتيجي أصحاب سعادة الأخوة والأخوات أسعد الله صباحكم جميعا بكل خير. نحن نعلم جيدا أن تقدم الدول يتحقق إلى حد كبير من خلال قوة المؤسسات والمنظمات العاملة بها، سواء كانت تلك المؤسسات حكومية أو خاصة، وتعتمد قوة هذه المنظمات على مدى قدرتها على التميز في النهوض بمهامها بكفاءة وفاعلية. ومن ثم فقد أضحى الأداء المتميز للمؤسسات الحكومية والخاصة ضرورة حتمية ليس لضمان بقائها واستمراريتها وتحسين قدراتها التنافسية بحد، بل لأهمية هذا التميز في تحقيق رضا المستهلكين وتلبية طموحاتهم وتطلعاتهم. نعلم جيدا ما يشهده الإعلام الآن. تشهد العالم الآن بتغيرات وتحولات كبيرة ومتسارعة في العلاقات الاقتصادية الدولية التجارية والنقدية والمالية، وأيضا ما حدث من خلال ثورة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وما حدث أيضا من انتشارات علمية وتكنولوجية متراكمة. ولما كان القانون الإداري منظم أطباع الجهاز الحكومي في الدولة للقيام بوظيفته وممارساته لتلبية الحاجات العامة في حالة السكون السكت، فإن علم الإدارة العامة هو الذي يتولى تحريك هذا التنظيم الساكن ونقله من حالة السكون إلى الحارة الديناميكية